دولة ليبيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية، قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، محاضرة ثالثة للمقرر الدراسي منظومات الإنشاء، أعداد الدكتور عبد الباسط الفتوري، الفصل الدراسي صيف 2020. المحاضرة الثالثة بعنوان الإطارات الفراغية اللي هي Space Frames. شنو هي الإطارات الفراغية؟ تعريفها: هي قطاعات حديدية مسحوبة على البارد، تستخدم في المنشآت المختلفة أو للتعلية في المباني بأوزان خفيفة، يعني المقصود بها توضع في أعلى المباني القائمة أو المصانع وخلافها وفقا للمواصفات القياسية. وأحيانا يسمى الإطار الفراغي بالجملون الفراغي. إذا المبدأ الأساسي للجملون الفراغي، يعني هنا يجب أن نلاحظ الفرق ما بين الجملون العادي اللي هو التراسز والجملون الفراغي. الجملون الفراغي اللي مقصود بها الإطارات الفراغية، يعني أحيانا في بعض المراجع يسمي الإطارات الفراغية بالجملون الفراغي. المبدأ الأساسي للجملون الفراغي اللي هو الإطار الفراغي طبعا، هو ارتباط كل من المستويين العلوي والسفلي بالمنشأ بواسطة وحدات متصلة فراغيا، مثل أضلاع الهرم عندما تربط مستوى قاعدته بمستوى قمته، ويوفر هذا النظام كفاءة إنشائية عالية واستغلال أكبر لخامات المنشأ. يعني المقصود به هو عبارة عن نظام إنشائي على عكس الجملون. الجملون هو عبارة عن نظام إنشائي في مستوى واحد، بينما الإطار الفراغي هو عبارة عن في نظام إنشائي في 3 مستويات، يعني 3 dimensions. شنو مواصفاته؟ منها طبعا أشكال متعددة وجاهزة، وجاهزة المعلومات لتحقيق الأمان الإنشائي، تستخدم في حالة الأماكن المفتوحة بدون أعمدة في الداخل أو من الداخل، نظرا لاتساع البواكي اللي هي السبانس، مما يجعلها أكثر وفرة من الخرسانة عن الخرسانة المسلحة. يعني نكرر مرة تانية، في بعض المباني يعني لا نريد أعمدة داخلية في الفراغ. على سبيل المثال، مبنى مسرح معين أو قاعة مؤتمرات، ما ينفعش أن تكون في أعمدة في داخل الفراغ، لأن الأعمدة داخل الفراغ تعيق استخدام الفراغ. بمعنى أن لو مثلا شخص جالس في قاعة مؤتمرات أو في مسرح أو في قاعة محاضرات ويكون جاي قدام العمود، يعني مش راح ينتبه ولا راح يركز في ما يحدث في هذا المسرح أو في هذه القاعة المحاضرات أو المؤتمرات. وكذلك في الصالات الرياضية، يعني ما ينفعش أن تكون فيها أعمدة داخلية، يجب أن يكون الفراغ مفتوح لكي يستغل الاستغلال الأمثل من قبل مستعملين الفراغ. بالنسبة للأجزاء المصنعة بطريقة السحب، يعني عبارة عن أجزاء مصنعة في المصنع، تستخدم المواصفات القياسية التي تحدد قياسات وخواص ومقاطع حديد الصلب المسحوبة على الساخن فيما عدا المقاطع المفرغة. تصمم
الوصلات اللي هي joints بحيث تتحمل الإجهادات اللي هي المحسوبة لكل وصلة. المسامير المستخدمة إما تكون مسامير الربط السوداء أو مسامير الربط المحكمة أو مخروطة التسنن أو مسامير الربط القابضة ذات المقاومة العالية للاحتكاك. يعني نقدر نقول أن الإطارات الفراغية هي عبارة عن نظام إنشائي يكون في ثلاث مستويات، ومن الممكن أن أو في بعض المراجع أو بعض الكتب يسمى الإطار الفراغي بالجملون الفراغي، ولكن يختلف اختلاف كلي على الجملون اللي تكلمنا عليه في المحاضرة الأولى. يتكون الإطار الفراغي أو هذا النظام من مواسير مستديرة المقطع اللي هي الممبرز اللي هي الأعضاء، عبارة عن أنابيب مجوفة مفرغة لكي يكون النظام خفيف، يعني خفيف الوزن. تتصل هذه الأعضاء الممبرز ببعضها البعض في نقطة الالتقاء اللي هي joints. كيف ترتبط؟ يتم ربطها بواسطة اللي هي البراغي أو المسامير. هنشوفوا عملية joints والممبرز في الشرائح القادمة. تصل نقطة الالتقاء العادية 8 أو 9 مواسير. المواسير اللي هي قلنا احنا هي الأعضاء أو الممبرز بثمانية مسامير، كما يمكنها أن تصل حتى 12 مأسورة في نقطة واحدة. توجد هناك عدة متغيرات parameters تحددها المعايير المعمارية والإنشائية والاقتصادية للفراغ المراد تغطيته بهذا النظام، ألا وهي البحر أو سبان، وطول الوحدة وطول اليونت الواحدة، وبالتالي قطرها وسمكها. أما بالنسبة للتشكيل المعماري فتتوافر إمكانيات لا حدود لها، ارتفاعات وانخفاضات أو حتى فتحات كاملة داخل البحر الواحد، بحور تصل إلى 60 متر أو أكثر، وقوابيل اللي هي كانتيليفرز يعني عناصر طائرة بدون عنصر ارتكاز تصل إلى 20 متر بالنظام العادي اللي هو في الفلات سيستم أو النظام المستوي. بحور أكبر من هذا وحتى 120 متر يمكن التغلب عليها باستخدام النظام الإسطواني اللي هو البارل فولت روف، اللي تكون على شكل أقبية يعني منحنية مش فلات، ودون أي تغيير في نقاط الالتقاء. كما يمكن عمل فتحات بجميع المقاسات للإضاءة الطبيعية والتهوية، يعني باستخدام نظام الإطارات الفراغية عندنا كامل الحرية في تصميم الفتحات سواء كانت أبواب أو نوافذ للحصول على الإضاءة الطبيعية والتهوية، يعني بدون قيود إنشائية تمنعنا من تصميم هذه أو وضع هذه الفتحات بحرية. أما بالنسبة للإضاءة الصناعية فيمكن تثبيت وحدات الإضاءة هي مصابيح الإضاءة في نقطة الالتقاء السفلية أو العلوية أو مع بعض السفلية والعلوية حسب التصميم المعماري، وكذلك تمرير كابلات الإضاءة داخل مواسير الجملون أو الإطار الفراغي نفسها. ونكرر مرة ثانية اللي هي
نقطة جملون الفراغي أو الإطار الفراغي. يعني جملون الفراغي مقصود بها الإطار الفراغي اللي هو space frame، وهو يختلف عن الجملون العادي. الجملون اللي تكلمنا عليه في أول محاضرة اللي هي الجملونات التراسز، هي عبارة عن تكون في مستوى واحد، يعني ما فيهاش ثلاث أبعاد. هنشوف الفرق في الشرائح القادمة اللي توضح بالرسومات والصور. أما بالنسبة لمعالجات السطح المعدني، احنا قلنا الإطارات الفراغية تنفذ من المعدن، من الحديد، فبالتالي تحتاج إلى معالجات. فهناك أيضا عدة إمكانيات، دهانها بمادة مقاومة للصدأ على وجهين، أو جلفنة عادية، أو دهان السطح المجلفن ببويات خاصة أو بالفرن الإلكتروستاتيك لحمايتها من العوامل الجوية اللي هي الرطوبة أو اللي تسبب لها في الصدأ. يعني يصنع الإطار الفراغي من المعدن، يعني مادة الإنشاء الوحيدة في الإطارات الفراغية اللي هي المعادن. جو نتكلم عليه مميزات الإطارات الفراغية. تتميز الإطارات الفراغية بصلابة وخفة، يعني وزنها خفيف. ليش وزنها خفيف؟ نظرا لأنها تصنع من أنابيب أو أعضاء مفرغة، مواسير مفرغة يعني فاضية من الداخل، فبالتالي تكون أخف وزنا من الأنظمة الإنشائية الأخرى. 2، يتيح استخدام هذا النظام إمكانية تغطية مساحات كبيرة، يعني بحور واسعة، دون الحاجة لاستخدام أي أعمدة داخلية. فبالتالي يكون استخدام نظام الإطارات الفراغية مناسب جدا للصالات الرياضية، للقاعات المناسبات أو الأفراح، للمطارات، للمصانع، لهناجر الطائرات أو صيانة الطائرات في المطارات، بالإضافة لاستخدامها في المسارح والقاعات الكبرى. الميزة الثالثة لنظام الإطارات الفراغية، يتيح هذا النظام، يعني يسمح هذا النظام أو يتيح هذا النظام إمكانية عالية لعمل جميع أشكال الأسقف. يعني من الممكن أن يكون السقف على شكل قبة، أو يكون مائل، أو يكون على شكل هرم، أو يكون مستوي. فالحرية للمصمم في اختيار أشكال حسب التصميم المعماري، فتتشكل الإطارات الفراغية بعدة أشكال، يعني ما تكونش مستوية، فقد تكون مستوية، أو قد تكون مائلة، أو تكون على هيئة قبة، أو تكون على هيئة هرم، أو قد تكون على شكل أشكال متكسرة. فبالتالي تعتبر هذه ميزة كبيرة للمصمم، فيختار شكل جمالي ويتناسب مع وظيفة الفراغ، ويخدم الناحية الإنشائية. يتيح هذا النظام استخدام جميع أنواع التغطيات للأسقف. 5، يتميز هذا النظام بإمكانية عمل كابولي، ونقول كابولي اللي هو المقصود بها باللغة الإنجليزية كانتيليفر، اللي هو جزء الطائر أو جزء البارز، في حدود 15 متر فأكثر. يعني زي ما نعرف احنا لو نشوفوا الكانتيليفر أو الجزء البارز في نظام البلاطة الخرسانية العادية، يعني يكون في حدود
2 متر 2 متر وشوية ونص مثلا كحد أقصى، يحتاج إلى معالجات وتسليح إنشائي خاص. أما في الإطارات الفراغية فمن الممكن يعني عمل جزء يكون بارز لو تطلب التصميم أنه يكون تطلب الناحية الإنشائية أو الناحية الوظيفية أو الناحية الجمالية، فمن الممكن أن يكون البروز أو الجزء الطاير أو الجزء اللي طالع بدون عمود كبير بالنسبة للإطار الفراغي، نظرا لأن هذا النظام يكون بشكل زي ما قلنا ثلاثي الأبعاد زي ما واضح في الصورة، يعني شكل 3D أو 3 dimensions. فبالتالي هي الكل عبارة عن يونتس أو أعضاء مربوطة ببعض، فتنتقل الأحمال من كل على هيئة سلسلة من كل يونت أو كل وحدة إلى الأخرى، ومن تنتقل إلى العمود اللي هو الحامل أو عنصر الدعم، وتنقلها إلى القواعد، وبالتالي تنقلها إلى التربة. يتم الأخذ في الاعتبار عند تصميم الإطارات الفراغية جميع أنواع الأحمال، سواء كانت أحمال حية أو أحمال في العادة تكون الأكثر تكون أحمال ميتة اللي هي الأوزان، وأحمال جانبية زي ما تكلمنا في المحاضرات السابقة. الأحمال الجانبية تتمثل في أحمال الرياح اللي هي الويند لودز، وأحمال الزلازل اللي هي الارتكوكس اللي هي الهزات الأرضية. فبالتالي تصميم هذا النظام الإنشائي يجب أن يكون يعني يصمم لمقاومة الرياح. احنا قلنا ان هذا النظام خفيف الوزن، ونقوله ان نظام خفيف الوزن المقصود به ما يعطيش ديد لودز احمال ميتة كبيرة، فبالتالي يعتبر اقتصادي. يعني دائما كل ما يكون المبنى ما يكونش يعطي احمال ميتة كبيرة فيعتبر اقتصادي، لأنه بالتالي تكون فيه اقتصادي في عملية الأساسات لهذا المبنى. فبالتالي يصمم مع الأخذ في عين الاعتبار اللي هي الأحمال الجانبية اللي هي lateral forces اللي هي متمثلة في أحمال الرياح. يعني نقول أحمال جانبية يعني تؤثر على المبنى من جانب، فلهذا ليش سميت أحمال جانبية اللي هي قلنا احنا أحمال الرياح. السلايد هذه توضح أنواع الطرق المختلفة لربط وصلات العقد اللي هي قلنا joints. هذه هي الأعضاء اللي هي قلنا احنا أنابيب مفرغة تصنع من المعدن من الحديد مجوفة، ويتم ربطها بواسطة joint عن طريق اللي هي المسامير هذه القلوظة، يتم ربطها ببعض في اللي هي جوينت الوصلة هذه. هذه تسمى طريقة ميرو أو طريقة اللي هي الكاتينا، اللي هي عبارة عن حلقة دائرية فيها مجموعة من الثقب أو الفتحات، يتم ربط أعضاء الجملون الفراغي أو الإطار الفراغي بعضها ببعض، اللي هو الجانب الصورة اللي هي من الأعلى من الجانب الأيسر اللي هي طريقة نودز، تختلف عن طريقة ميرو لأن فيها جزء اللي هو النتوء البارز في الوسط، ويتم ربط تكون فيها الأعضاء بشكل رباعي 4 أعضاء، واللي هي الأسفل منها اللي هي طريقة تريدونيك هذه أشبه ما تكون من طريقة ميرو، ولكن تختلف من حيث تصميم الجوينت. هذه طبعا هي الطرق المختلفة لتجميع أعضاء الإطار الفراغي، وهي عبارة عن أعضاء تكون مصنعة
في المصنع ويتم إحضارها لموقع البناء أو موقع التنفيذ ويتم تركيبها في الموقع. فهذا ليش تتميز بسرعة التنفيذ؟ اللي هي طريقة التكوين أو طريقة الأشكال اللي ممكن تكون في الإطار الفراغي، اللي ممكن يكون على شكل دائرة أو بشكل قبة أو يكون مستوي أو يكون بشكل مائل أو يكون بشكل متموج، فيعطينا حرية كبيرة في التصميم المعماري وللحصول على شكل جمالي، خاصة في بعض اللي هي المشاريع زي مثلا تكون قاعات المسارح أو القاعات الرياضية، يكون الفورم أو الشكل المعماري للمبنى يتطلب أن يكون فيه شكل مميز، شكل جمالي أو شكل معماري مميز. فبالتالي نظام الإطارات الفراغية يكون مناسب الاستخدام لإتاحة أشكال متنوعة. توضح الشريحة هذه اللي هي الأعضاء المفرغة اللي المطلية مزوجة باللون الأحمر، هي عبارة عن من المعدن، و الصورة اللي على اليسار توضح الإطار الفراغي محمول على اللي هو عنصر الارتكاز أو العمود، أسفل يوضح طبعا عبارة عن قاعة مبين فيها اللي هي الأعمدة. تلاحظ أن الأعمدة جاية في الأطراف وأن احنا ما نحتاج إلى أعمدة داخلية، ونلاحظ ان الاعضاء نفسها الاعضاء الانشائيه المكونه للاطار الفراغي باقيه كما هي بدون تغليف او يعني، وتستخدم كناحيه جماليه في المبنى اظهار العناصر الانشائيه. والصوره الرابعه توضح اللي هي طريقه ربط الأعضاء بالوصلة أو جوينت، تكلمنا عليها وشفناها في الصور في الشرائح السابقة. الشريحة هذه توضح اللي هو الإطار الفراغي اللي هي على هيئة قبو يعني فولت اللي هو القبو أو الشكل المنحني، يوضح اللي هو الأعضاء وطريقة ربطها ببعضها البعض وعلاقتها بالوحدات الأخرى. وتوضح الصورة لطريقة تنفيذ الإطار الفراغي باستخدام الروافع، وتلاحظ أن العمال يقوموا بعملية ربط هذه الأعضاء المؤلفة للإطار الفراغي في الموقع. هذه عبارة عن شريحة توضح اللي هي مقارنة بين الإطار الفراغي اللي جاي بشكل منحني بشكل قبو برميلي اللي هو برر فولت، وعبارة عن الصورة على اليسار أو الرسم على اليسار توضح الإطار الفراغي المستوي. يعني تلاحظ أنه هو الإطار الفراغي اللي هي قبو عبارة عن بدون أعمدة حتى في الأطراف، يعني كلها عبارة عن قبو ماشي مع بعضها، بينما
المستوي يكون محمل عليه أعمدة أو عناصر ارتكاز. A space frame often takes the form of a flat or curved surface. يعني الإطار الفراغي يأخذ أشكال إما يكون مستوي أو يكون منحني. هذا اللي هو القبو عبارة عن double layer اللي هو طبقة مزدوجة بقبو برميلي فراغي. الشريحة هذه توضح أمثلة للقبو البرميلي، يعني يسمى اللي هو قبو برميلي لأنه عبارة عن نص برميل، شكله على هيئة نص برميل. فإما أن يكون لميل لدايوغونال بارالل فولت، يكون بشكل قطري، الأعضاء جهات أو الأعضاء جهات بشكل قطري اللي هو شكل A اللي هو الأول من الناحية اليسرى. B اللي هو تكون three way parallel fault، ثلاثي الاتجاهات. C يكون عبارة عن two way on two way double layer parallel fault، يعني اتجاهين على اتجاهين يكون double layer اللي هو طبقة مزدوجة الطبقات. النوع دي اللي هو اللاميل لدياجونال تراس بارل فولت، أشبه ما يكون بالـ A. أو يكون على هيئة قطعة مكافي ناقص هايبربوليد، يعني جاي على هيئة سرج الحصان اللي هو الـ E. أو يكون على هيئة شكل اللي هو الليبوسايدال لاميلا بارالفولت، مشابه للإي ولكن جاي بشكل فيه انتفاخ في الوسط البروز. أو يكون كومباوند ثري واي بارالفولت، يكون عبارة عن ثلاثة أقبية متصلات ببعض، يعني تجميع لثلاثة أقبية متصلات ببعض. الشريحة هذه توضح اللي هي الانحناء أو اللي هي الديفليكشن، الانحناء في اللي هو الجملون العادي، و اللي هو الديفليكشن of a two-way spanning double layer grid. لاحظ ان الانحناء اللي هو في الرسمة اللي على الجانب الايسر من الشريحة، تلاحظ في الجملون العادي يتعرض الى انحناء لو يتعرض الى قوة مركزية، بينما في اللي هو الدبل لاير جريد يقاوم الانحناء بشكل اكبر. يعني it resists asymmetrical or heavy concentrated load، يعني يقاوم اللي هو الأحمال، أحمال الضغط غير متماثلة والمركزة. الشريحة هذه توضح العناصر الأساسية للطبقات المزدوجة اللي هو الدبل لاير جريد، إما يكون بشكل لاتس فورم اللي هو الشكل الشبكي اللي هو موضح بشكل A اللي هو أسفل الصورة الجانب الأيسر، هو عبارة عن شكل شبكي. إما يكون بشكل هرمي بقاعدة مربعة اللي هو في البي، يعني قاعدة المقلوبة مربعة مربع، يعني نلاحظ ما نقوله احنا الإطار الفراغ عبارة عن شكل
يعني أو عبارة عن نظام إنشائي في ثلاث مستويات. لاحظ هنا إنه هو 3D 3 dimension ثلاثي الأبعاد، سواء كان في الشكل الهرمي بالقاعدة المربع أو الشكل الهرمي بالقاعدة المثلث اللي هو في C، اللي هو الرسمة الثالثة هذه. هذه هي العناصر الأساسية للطبقات المزدوجة في الإطار الفراغ. هذه توضح طبعا بشكل أوضح الشريحة السابقة اللي هي القاعدة المربعة، يعني تكون شكلها في المسقط الأفقي عبارة عن يونتس مربعات، وفي شكل ثلاثي الأبعاد اللي هي عبارة عن يونتس اللي هي طبعا قاعدة مربعة هرم قاعدة مربعة، أو تكون قاعدة مثلثة هذه اللي هي شكل اليونت، يعني إما يكون قاعدة هرم بقاعدة مثلثة أو يكون هرم بقاعدة مربعة. وقلنا تنتقل فيه الأحمال عن طريق الشد المباشر والضغط المباشر. هذه اللي هي اليونت أو الوحدة الواحدة ستيل سبيس ستيل سبيس ديك يونتس. اليونت تكون في حدود المتر وعشرين، يكون عمقها في حدود طبعا اللي هي المتر وخمسة وسبعين سنتي، هذه اللي توضح الأعضاء اللي احنا قلنا الأعضاء الممبرس اللي هي عبارة عن مواسير زي الطب وواتر رقيقة مفرغة من الداخل. وترتبط ب secondary high tensile tie bars عبارة عن قضبان ثانوية من الأسفل تربط اليونتس بعضها ببعض. وتنتقل الأحمال من كل من يونت إلى الأخرى، من مربع إلى مربع إلى مربع، إلى أن تصل إلى الأعمدة، ومنها تنقلها إلى القواعد أو الأساسات، ومنها تنقلها إلى التربة. نتكلم توا على طريقة تثبيت الإطار بالدعامات. يعني الإطار يعني هو عبارة عن قلنا السقف، وطريقة تثبيته اللي هو الأعمدة. توجد طريقتين لتثبيت الإطار الفراغي اللي هو البوينت سبورت، التثبيت نقطة في نقطة، يعني المقصود به إن العمود أو الدعامة ترتبط بالإطار الفراغي ب اللي هو الأولى، هذه الأولى اللي في القطاع هي الجزء العلوي من الشريحة، تثبت في نقطة. يعني تنتقل الأحمال عن طريق الشد والضغط عبر الأعضاء والوحدات إلى أن تصل في نقطة معينة تنقلها إلى العمود ومنها إلى القاعدة، فهذا اللي يسمى التثبيت في نقطة. أما النوع الثاني اللي هو اللات سبورت أو التثبيت الشبكي، التثبيت الشبكي عبارة عن أن تنتقل الأحمال عن طريق الشد المباشر والضغط المباشر إلى أن تصل إلى الدعامة، والدعامة تكونش عبارة عن عنصر واحد، وإنما يكون بشكل شبكي حتى هي مؤلفة من مجموعة من الأعضاء، مجموعة من الأعضاء أشبه ما يكون باللي هو الإلكتريكال تاورز اللي هو الأبراج
اللي هو الأبراج الكهربائية، تلاحظها أنها عبارة عن جاية مجموعة من الأعضاء أبراج الضغط العالي، اللي طبعا لاحظوها في خارج المدن لتنقل الطاقة الكهربائية، لأن تكون مرتفعة فبالتالي تصميمها شبكي في مقاومة، تكون مقاومتها العالية للرياح. فبالتالي يفضل استخدام نظام التثبيت الشبكي، لأنه ينقل الأحمال بشكل متدرج، ينقل الأحمال بشكل متدرج إلى عنصر الارتكاز، ومنها تنقلها إلى القواعد. إذا نلاحظ أن عندي نوعين من طرق تثبيت الإطارات الفراغية. النوع الأول اللي هو التثبيت في نقطة اللي تنتقل فيه القوة عبر الأعطاء، ونقطة الالتقاء العمود بالإطار الفراغي أو بالوحدات تكون في نقطة واحدة زي الصورة هذه. هي تكون يعني هذه الأعضاء تصل إلى نقطة واحدة اللي هي نقطة العمود، الصورة اللي على الجانب الأيسر. بينما في النوع الآخر اللي هو اللاتس الشبكي، لاتس سبورت، يكون الالتقاء في مجموعة من الأعضاء تنقلها إلى القواعد. بالنسبة لعمق الإطار الفراغي، يتراوح عمق الإطار الفراغي ما بين السبان على 20 إلى السبان على 30. يعني احنا قلنا ان الإطار الفراغي عبارة عن مجموعة من الأعضاء ترتبط بشكل وحدات بشكل ثلاثي الأبعاد، وعمقها يكون في حدود أو يتراوح ما بين البحر على 20 أو البحر إلى 30. يعني نقول تتراوح، المقصود بها إنها تكون وذن أو في هذا الحدود أو في هذا الرنج، يعني ما تقلش على البحر على 20 وما تزيدش من البحر، من بحر مقسوم على 30. الشكل يوضح لي هنا انه هو عبارة عن اليونتس او المديول الوحدة، اليونت الوحدة. لاحظ لي زاوية الميل هي حدود 30 درجة 60 درجة، والدبث اللي هو العمق الإطار الفراغي. على سبيل المثال لو أنا عندي البحر اللي هو مثلا عندي مثلا نقوله قاعة أبعادها مثلا 30 في 50، إذا إحنا يقولنا دائما البحر يكون اللي هو في العرض، يعني البعد الأقصر اللي هو 30، 50 اللي هو الطول. يعني عندي البحر تو 30 متر، كيف نحدد العمق؟ نجي لي اللي هو الحدود أو عمق الإطار الفراغي. قلنا إما يكون البحر على 30 أو البحر على 20، يعني تتراوح ما بين البحر على 20، البحر مقسوم على 20 أو البحر مقسوم على 30. نقدر هنا عندي هنا مطلق الحرية، نقدر نقول 30 على 20 يطلع لي 1.5 متر. لو أني نبي نقلل العمق لمتطلبات تصميمية أو متطلبات معمارية معينة، نقدر ناخد الحد الأقصى. شنو هو الحد الأقصى؟ اللي هو البحر على 30، البحر على 30. يعني نقسم البحر قداش عندي تواني، البحر عندي 30 متر، 30 على 30 يطلع لي 1 متر. إذا لو عندي البحر 30 متر، العمق يجب أن يكون 1 متر، يعني لا يقل على 1 متر.
هذه هي المعادلة أو القاعدة أو القانون بالنسبة لعمق الإطار الفراغي. واحد يقدر يقول لي والله نقدر ناخذ أن نقول الاس اللي هو سبان البحر عليه 25. نعم تقدر، لأن احنا يتراوح عندنا البحر على 20 البحر على 30، نقدر نقسم 30 على 25 يطلع لي 1.2 اللي هو متر و20. واحد قاعد يعني تلاحظ لو عندي يعني المقصود به هي عادي عبارة عن مؤشر استرشادي نقدر أن نحدد به عمق البحر بتاع الإطار الفراغي. بالنسبة للجمالونات يكون العمق فيها في حدود البحر على 10، يعني لو عندي مثلا 10 متر 10 على 10 يطلع لي العمق الجمالون العادي 1 متر، بينما الإطار الفراغي يكون العمق أقل لأنه مقسوم على قيم أكبر اللي هو مقسوم على 20 ومقسوم على 30. فرضا لو عندي مثلا البحر نقوله مثلا 60 متر، نقدر ناخذ الحد الأقصى اللي هو 60 على 30، يكون عندي في حدود 2 متر، كبير نسبيا، ولكن لاحظ ان البحر عندي كبير جدا اللي هو 60 متر. فبالتالي الإطارات الفراغية طبعا قدرتها عالية جدا على تغطية بحور واسعة. بدون أعمدة داخلية، وهي تعتبر منشآت خفيفة الوزن، وتستخدم في الصالات الرياضية المغطاة، يعني زي ما تعرفوا الآن الملاعب الرياضية تكون مغطاة، يعني حتى في مثلا في ملاعب كرة القدم أو غيرها من الرياضات، سرعة الرياح تأثر على حركة أو سرعة الكرة، فبالتالي يتم تغطية الملعب بالإضافة إلى حماية المتفرجين من العوامل الجوية الأمطار أو الشمس العالية أو البرودة الجو أو درجة الحرارة العالية، فبالتالي تستخدم تغطية الملاعب. فبالتالي نظام الإطار الفراغي نظام الإطارات الفراغية مناسب جدا لتغطية الصالات الرياضية والمسابح المغطاة، وزي ما قلنا المطارات والمصانع وقاعات الاجتماعات الضخمة، قاعات الندوات، قاعات المؤتمرات والمسارح والأسواق والمطارات. كملخص للمحاضرة، تكلمنا في المحاضرة على الإطار الفراغي التعريف بتاعه، وقلنا هو عبارة عن نظام إنشائي يوزع الأحمال في 3 مستويات أو 3 أبعاد، وهو يختلف على الجملون العادي، لأن الجملون يكون فيه مستويين أو بعدين. لذلك الفرق بين الإطار الفراغي والجملون أن الإطارات الفراغية تكون ثلاثية الأبعاد، وقلنا تمتاز بكونها صلبة أو تحقق المتانة والاستقرارية. هي عبارة عن نظام في 3 أبعاد، تمتاز بخفة الوزن. ليش تمتاز بخفة الوزن؟ لأنها تصنع من أنابيب مفرغة من المعدن المجوف من الحديد أو الألمونيوم، وتمتاز بالمرونة في الحصول على أشكال متعددة، حيث يمكن عمل أشكال منحنية أو المائلة أو المستوية حسب التصميم المعماري. كما تمتاز بالاقتصاد، أو يعني ما تكون اقتصادية أحيانا، طبعا دائما في المشاريع الكبرى تفكروا في الناحية الاقتصادية، يعني تكون المشروع يؤدي الغرض بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعتبر الإطارات الفراغية اقتصادية لأنها تصنع في بأبعاد محددة وما تستهلكش كمية كبيرة من المواد، وتمتاز بسرعة التنفيذ لأنها عبارة عن
عناصر أو أعضاء يتم تركيبها في الموقع بشكل سريع، وقلنا عملية اللي هي الإطار الفراغي يوزع الأحمال خلال ترتيب خطي في الأعضاء الموضوعة في 3 مستويات عن طريق إما شد مباشر أو ضغط مباشر. بالنسبة لطريقة التثبيت اللي هو قلنا إما يكون تثبيت في نقطة أو التثبيت الشبكي، قلنا التثبيت الشبكي اللي هو لات سبورت يكون أكثر مقاومة للأحمال الجانبية لأن تنتقل فيه الأحمال بشكل متدرج. بينما التثبيت في نقطة تتجمع القوة في نقطة ومنها تنتقل إلى القواعد. الاستقرارية الجانبية اللي هي اللاترال ستابيليتي للإطار الفراغي تتحقق بواسطة اللي هي نقاط اللي هي الدعامات سبورتس، أو قد يثبت الإطار الفراغي على الحوائط لكي توفر استقرارية جانبية. كما أن دعامات أو طريق التثبيت الشبكي تعطي استقرارية أكثر نتيجة الشكل الهندسي. والعناصر الأساسية لإطار الفراغي قلنا هو إما يكون عبارة عن هرم بقاعدة مربعة أو يكون هرم بقاعدة مثلثة. يعني هذه اللي هي اليونتس أو العناصر الأساسية لإطار الفراغي. وأحيانا تترك أو في أغلب المشاريع المصممة بنظام الإطار الفراغي تكون العناصر أو الأعضاء يعني واضحة للعيان وتستخدم كنوع من التصميم الداخلي للفراغ، يعطي قوة الناحية الإنشائية. إذا قلنا يوزع الأحمال خلال الشد المباشر والضغط المباشر، ويكون الإطار الفراغي مؤلف من قطع صغيرة، قطع أو أعضاء مفرغة موضوعة على شكل ثلاثي الأبعاد، يصنع إما من المعدن أو من الألمونيوم ويتم تركيبها في الموقع، ويتطلب عمق يتراوح ما بين 1 إلى 20 من البحر أو 1 إلى 30. وقلنا كيف نحدد العمق؟ لو عندي مثلا البحر 30 متر، ناخذ نقول البحر مقسوم على 30 يطلع لي 1 متر. باستخدام نظام الإطارات الفراغية يمكن تغطية بحور واسعة بأقل كمية من المواد، وتستخدم في المشاريع الكبرى اللي هي قلنا الصالات الرياضية المغطاة بما فيها الملاعب لكرة القدم، كرة الطائرة وغيرها، وتستخدم في المسارح، وتستخدم في المطارات، وتستخدم في الهناجر اللي هي أماكن صيانة الطائرات في المطارات والورش، وتستخدم في المسارح لإمكانية تغطيتها لبحور واسعة دون الحاجة إلى أعمدة داخلية تعيق الفراغ. فهذه هي الخلاصة أو النقاط الأساسية اللي تمت مناقشتها أو التطرق إليها في هذه المحاضرة، وهذا يعتبر نظام إنشائي مطور أو أحدث من الأنظمة اللي تكلمنا عليها في المحاضرات السابقة، ألا وهي الجملونات والإطارات الفراغية. يعني كل ما
نتقدم في استعراض أو دراسة الأنظمة النشائية، تكون البحور اللي تغطيتها أو سبانس أو الفراغات تكون أكثر أو أوسع. شكرا.